الله الرحمن الرحيم. عبد السلام حامد، عضو غرفة الصناعة التقليدية بجهة سوس ماسة. الحمد لله جينا باش نشاركوا في المعرض ديال الدار البيضاء، جهة الدار البيضاء ستات، اللي تحتنا الفرصة باش نعرضوا المنتوجات ديالنا وتكون واحد الصورة واضحة على المنتوج ديال جهة سوس ماسة، اللي كيمتاز بواحد العدد ديال 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 الصناعات اللي هي دابا غادية في طريق الانقراض. وهذا المعرض هذا كيعطي واحد النفس جديد للصناع التقليديين اللي جاوا من جميع انحاء المغرب. وكنشكروا الغرفه ديال الدار البيضاء، وكنشكروا جهه الدار البيضاء بصفه عامه، لان الناس اللي ساهرين على هذا المعرض هذا. وكنحييو الصناع التقليديين اللي تاهما منضبطين في جميع الامور ديالهم، وشكرا للجميع.